الناس الذين جاءوا اليوم وذلك لحضور فعاليات تقديم كتاب من نوع خاص وهو كتاب رداء النسيان للممثل والمخرج دريس الروب وذلك ضمن فعاليات برنامج شبكة المقاهي الثقافية. وحاولت من خلال ذلك أن أقدم بعدا من ذاكرتي بعدا من أحاسيسي السابقة. حقيقة وهذا الإصدار الخامس بعد سلسلة من الكتب، ما يميز هذا الكتاب هو أنه من جنس الرواية. كتبت في المقالة، كتبت في المسرح، كتبت على المسرح وعن المسرح، وبالتالي كتبت أشياء كثيرة من بطرق مختلفة في الأدب وما جرى. لكن عندما تكتب الرواية فتكتب عن عوالم مختلفة وفضاءات وشخصيات لها ما يميز على من الجانب النفسي والجانب أيضا الحسي إلى غير ذلك. وبالتالي فهذا الكتاب، هذه الرواية تتحدث عني، تتحدث عنا، تتحدث عن فضاءات مدينة مكناس وعن الرباط، وتتحدث عن علاقتي بالفن، بالحياة، بأشياء تقسمتها مع ذاتي، ولكن أيضا يتقاسمها ويتشاطر معي مجموعة من الذين يعرفون بعضا من خبايا حياتي. هذه الرواية أيضا هي نبش في ذاكرة البطل وذاكرة هذه الشخصية، وحياة متقلبة بين الماضي والحاضر ولا تعرف مستقبلها، وتحاول أن تبتعد وأن تنسى ماضيها، ولكن هذا الماضي يفيض عليها، وبالتالي يحاول أن يقلقها وأقد أقلقها فعلا وأجعلها تختلف كلية عما عاشته من قبل. هذه الرواية هي أيضا محاولة للحديث عن بعضا من الصور التي عشتها في الماضي ويعيشها العديد ممن جاوروا الماضي بكل سلبياته وبإيجابياته. وبالتالي عندما نتحدث عن الرواية فنحن نتحدث عن المتخيل أيضا، نتحدث عن شخصيات لها ما يبررها للتواجد وللوجود، وهذه الشخصيات هي التي تعيش داخل هذه الرواية، وتعيش أيضا بين صفحاتها وبين خيوط أسرارها. ما يميز أيضا هذه الرواية وأنها تتحدث عن الآخر، وتتحدث بصيغة الآخر، وتحاول أن تخلق عوالمها وأن تنعتق وأن تبتعد كلية عن كاتبها، وبالتالي فهي مختلفة شيئا ما. إن شاء الله يعني كاين هناك فعلا أعمال مستقبلية سواء في السينما وفي التلفزيون، نتمنى إن شاء الله أن سنشاهدها قريبا. هناك أيضا أعمال، أيضا كتابات أخرى أنا بصدد الاشتغال عليها، وخصوصا في جنس الرواية وأيضا في المسرح. أتمنى إن شاء الله أن يكون لدينا وقت كافي لكي نكتب، نخرج، نمثل، وأن نعيش الحياة التي نرغب فيها ولكن في إطارها الثقافي والفني. توقيع أعمال إبداعية ضمن ما يسمى بشبكة المقاهي الأدبية هو فعل سامي، فعل نبيل، لأنه يحول الفضاءات العامة المفتوحة على الفراغ إلى فضاءات مفتوحة على الإبداع وعلى الخلق. إذن أنا جد سعيد أنني نشارك اليوم في هذا الفضاء الثقافي في عملية توقيع رواية رداء النسيان للفنان والكاتب دريس الروخ، كما أنني أكثر سعادة وأنا أقدم قراءة في هذا العمل لاعتبارات متعددة. أولا أنني استمتعت بالقراءة، فأنت في القارئ عامة ويقرأ هذه الرواية يحس كأنه يقرأ سيرة ذاتية لدريس الروخ، لأنه يتحدث عن معاناة فنان شاب قادم من مدينة مكناس إلى مدينة الرباط، وما يواجهه من عناء الحياة وخيانات وغدر البعض. ثم أيضا بين هذا وذاك، دريس الروخ من بين الفنانين القلائل الذين لم يتقوقعوا في دنيا التشخيص أو الإخراج فقط، وإنما خرج إلى عالم الكتابة، وهو عالم يتطلب
خلفية ثقافية يتطلب شجاعة يتطلب معرفة. فمن هذا المنبر كنحيي السيد رئيس الرخ وكنحيي كل من يقف وراء هذه المبادرات الثقافية الإبداعية المتميزة، وكنتمنى أن الفنانين المغاربة كلهم يحدوا حدو دريس الروخ في تدبيج على الأقل سياريهم الشخصية. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.